السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. درت لكم اليوم فقره عن الحيوانات المنقرضه. L'extinction de nombreux animaux, انقراض العديد من الحيوانات, et leur disparition, هو اختفاؤها, et leur impossibility de réapparaître, واستحالة ظهورها من جديد. Parmi ces animaux, من بين هذه الحيوانات, on trouve, نجد, le mammouth, الماموث, le panda, الباندا, le dinosaure, الديناصور, et la tortue forestière, وسلحفاة الغابة. Les principales causes de son extinction, الأسباب الرئيسية لانقراضها أن لي شونجمون كليماتيك التغيرات المناخية لانكاباسيتي دو سيرتان انيمو عدم قدرة بعض الحيوانات ا سادابتي او رولاسيون دو بريداسيون اي دو كونكورونس على التأقلم مع علاقات الافتراس والمنافسة ainsi que إضافة إلى لانترفونسيون إيمان التدخل البشري دون لا بيش بالصيد لإكسبلواتاسيون فورستيير استغلال الغابات يعني بقطع الأشجار إلى رومبمون إيربان والزحف العمراني pour préserver cette richesse naturelle للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية on doit يجب construire des réserves naturelles بناء محمية طبيعية adaptée à la vie مناسبة للعيش هذه الحيوانات prendre soin des espèces menacées d'extinction رعاية الأنواع المهددة بالانقراض fournir toutes les circonstances توفير جميع الظروف appropriate pour sa reproduction الملائمة المناسبة لها عفوا للتكاثر. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نزله.